السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كتب آدم في يوم جديد عن نشر التماشي. النهاردة يا جدعان الجو حلو قوي، جيت بدري من الشغل شوية، رحت فاتح للحمام اهم دخلوا جوه خفتهم برضو كده، زين بقى نلعب ايه شوية اهم الحمد لله دخلوا جوه في اي وقت. والله انا بسخن الحمام ده بيمشي، بس هي الفكره الناس اللي حواليا، انا الفكره مش عايز اللي هو ايه، ما ببطلش نشر الحمام كل يوم بيتفتح له في ميعاده، بس عشان خاطر ما يبقاش حاجه شكلها وحش لما افضل ده بينام بالحمام ده بيسرق بالحمام الشغلانه دي، عشان خاطر برضو دولت زي هيوجعونا اي كلمه انت فاهم، برضو بتوجعنا. ادي الحمام اهو هيجر علينا ان شاء الله، في واحد نزل برضو من الحمام اللي هم بيزودوا، لسه الحمام مجهوده مفتوح، لسه حمام مفتوح له، فهنشوف على الله على الله التسهيل كده ان شاء الله، ويبقى فيه نش على الاقل اهو. نفتح كده الزوم اهو كده واضح، ناخدين فريتين جوه وادي الحمام اهو، الحمد لله بيصمد، والله العظيم الحمام بيصمد، بس انا مش عايز مش عايز حد يسندني يجي يجر معايا، انا الحمد لله قادر ان انا اشد عشتين ثلاثه اهو. الحمام اهو زي ما انتم شايفين، بس هي الفكره اللي بيعطلك ده بيخيب الحمام معاك اهو، الحمام مبوظ اهو، واحنا فوق اهو الحمام مرفوع اهو، برضه هنسيبهم خالص كله هيدب في قلب بعض اهو. رحلين ناخد مع حالنا جوه اهو لوحدنا، مش عايزين حد يطلع يسندنا، احنا الحمد لله ساندين نفسنا والحمامتين صامدين، والحمامتين بيثبتوا في قلب اللي هو المجال ما بيقلقوش، لا الحمام متطبع اللي هو ياخد ما بيقلقش ما بيخافش اهو. اظن كده واضح، والله متعه قسما بالله متعه، احنا عايزين نفسكم وعايزين نكيفكم، بس انتوا زي ما انتوا شايفين ايه اللي بيتم. الحمام طبعا قطع غلط اهو، الرد تاني لا الشوارع في الشور كده بس المجال، بص يا جدعان احنا قاطعين غلط، هنرد الحمام ده برضه عشان خاطر ايه الازعاج بتاع التصافير وكده، وهنرجع لكم تاني. بص يا جدعان الحمام كان قاطع غلط، ردناه اهو اهم داخلين اهو، نروح المكان اللي هما كانوا واخدين فيه. بص نزلوا خدوا مع شويه اهو، هو ما يشد علينا اهو، تقلبهم دولهم سيخ اهو زي ما انتوا بتشوفوا اهو قدامكم، بس ايه مش سايبين نازلين وراهم تحل 19 واحدة، اظن كده واضحين في الكادر اهو، ناقصنا واحد ولا اتنين جوه هنا اهو، نشوف الدنيا كده مع بعضنا كده. الحمد لله الواحد ما بيتكسفش، كل حاجة بيوريها لكم قدام عينيكم. هم عرفوا ان هم كانوا ناقصين حمام، في تزاويد طلع عليهم برضو ايه، احنا نعدلهم الدنيا كده بحيث ان هم يشدوا على هنا، نحضر التانية بتاعتنا برضو معانا كده اهو. ليك انت والله، انت وانت كمان وانت هم بيرجع عليهم، ادي الحمام في وشهم اهو،
احمر، جري منه جري. كده فاتحين لي كام؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 23 فرده. طبعا ناقصنا 2 جوه هنا اهو. شوف دولت شكلهم، دولت فيهم برضو ايه؟ واحد اهو جاي اهو بيجري اهو. عم جاي من جوه، جاي جاي دولت 5 10 15 دولت 24 واحدة يا جدعان، واحنا فاتحين لي 23 واحدة، ناقصنا واحد كده الاسود كشك كده. احنا معانا 2 في ابيض اهو. شوف الدنيا كده اهو، الابيض اهو اللي في الاول ده. طب امشي امشي امشي، ده انت عليك زلومة مش فرد حمام. الجريز الابيض يا جدعان اهو، شوف برضو الدنيا يا جدعان كده. شفت اهو الدنيا واحدة واحدة قدامكم اهو. شوف الاسود الكشك بقى، فرد حمام اصلا بيحب الشغل زي يعني ايه. دوت يا جدعان شكلهم، لا ده خدهم على بتاع 6 ولا 7 بتاع محمد امين، عشان لقيت فيهم حرس فيهم المرقة اهو. قول لهم بقى الشوارع ايه، لسه مجهودهم بدري. فيديو مشي كده يا جدعان، والله هو الواحد عايز يمشي. الحمد لله بنرد الحمام وهو منخافش على حمام اهو. وكان لسه على حمام، اطلع كله يمشي. في شغل والله، في جهد اللي هو يشتغل. سأل فكرة بقى، انت بتخيب حمامك بقى لما واحد بيفضل متشعبط في ديلك كده، ما فيهوش صحة اللي هو يقدر يمشي معاك. لا انت امشي لوحدك، اخلف الميعاد. بس هي الفكرة الشغل هو اللي حكم الواحد والله، مواعيد الشغل. مش هنسيب شغلنا ونقعد للحمام، دي متعة دي هوايتنا، فاحنا مش هنسيب بقى شغلنا وهنقعد عشان متعتنا وهوايتنا. هي دي اللي بتطلعنا بقى من القرف بتاع الشغل، بتطلعنا على اللي احنا فيه. فما تجوش بقى تزهقونا كمان، يبقى قرف في الشغل وقرف كمان في غويتنا. شوف الدنيا كده يا جدعان مع بعضنا، ولو فيهم حاجة برضو هنقول لكم. فيهم الجريزل الابيض ده كان جاي من جوه عايز يمشي. بص فرد الحمام اصلا متكهرب منهم، مش بتاع شغل اهو. بص عايز يقلب. شوف الدنيا كده يا جدعان، ونرجع لكم ان شاء الله. حمام اهو فيهم كام واحده بتاع محمد امين، والباقي ماشي باين جوه. واحنا متبقى لنا الاسود كشك، ولو فيهم اكتر من واحد ده هم 23 واحده، واحنا فاتحين ل 23 واحده. فيهم دولت كان 24 واحده، فيهم ابيض وفيهم فرد حمام تاني انا ايه مش شايفه. واحنا فاتحين ل 23 واحده، بس ناقصني الاسود كشك، يعني الاسود كشك ناقص. وده والله اهو، اهو الخير جاي معاكم اهو. اهو انجليزي جاب ايه، تعالى يا ابني.
ده جايب حلس اهو. تعالى يا حبيبي لم لم لم. الله زي الفل يا ابني كده يا جدعان. احنا فيهم ازيد من واحد اهو. انجليزي متاخر جايب واحد على ظهره على كتفه على رجله على اي حاجه وجايبه جاي اهو. الابيض ده بس يمشي عشان ده بيفضل ينغز اساسا. ايه نديله نقره كده بس. ايه السيخ الرفيع بتاعنا الجميل اهو لو نزل ممكن في الدور ده. هو بيكون في حمام بيبقى عامل رجاله كده بس من فوق كده بس، بس ينزل تحت يا عيني لا مؤاخذه بقى ما اعرفش حاجه عن الجدعانه ولا الرجوله. فيهم اكتر من واحد اهو يا جدعان بيشدوا اهو. والله فيهم اكتر من واحد بيشدوا اهو 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 اهو. فيهم اتنين فيهم اتنين اهو فيهم اتنين وقعوا من النوم اهو. وادي في واحد رجع لهم تاني بيخبط عليهم. طب نشوف بقى احنا الدنيا كده ونشوف الكلمات ايه مع بعضنا كده. ده يا جدعان اهو الحمام اهو خدنا خلاص في المنطقة. طبعا لسه الكشك جه كنا قاطعين برضو بكام واحدة مشوا كده. الكشك جه معاه برضو الابيض كان متأخر لنا اهو. الحمد لله كده مش ناقصنا حاجة. 23 فرد حمام كان معانا بتاع اتنين او معانا بتاع اربعة والله. مش اتنين في الاول واتنين حمام طبعا مش هيطلب حتى دلوقتي لان احنا اول ناس بنفتح واخر ناس بنحطط لان الحمام واخد على كده واخد اللي هو مجهوده بيحرقه. حتى لو هو قاعد في قلب المنطقه مفيش اي مشكله بس لسه ليا وقت اللي انا ببصم فيه على الضهر اهو. سيب لهم برده الشواره اهي. الحمام بقى يشد هنا يشد هناك مفيش اي مشكله. ادي اللسه اللي هو في الاول اهو. كده محمله بس طبعا الحمام لسه بدري هيجوا يردوا على بعضهم اهو. والله كاملين دول 23 فرد حمام بس دولت فيهم فرد حمام اسود مش عارف عبس ده ولا ايه. انا لما بقطع بعبس دلوقتي ما بقتش اللي انا اشتغل عليه وكده. انا ماليش حظ في العبايسه ولا نشهم ولا مسكوهم. الاسمر المساوي بطانة سيفه زي ما انا بقول لكم اهو. هيجي لسه 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 بدري اهو. هياخدوا مع بعض تاني بس ممكن يكون ايه عكسهم. اهو متعنا شويه خدنا متعتنا اهو. هو ايه عكس الحمام خالص دلوقتي راحوا هناك اهو محمد امين وايمن. وادي احنا حمامتنا اهو. فجأة الحمام اللي في الاخر ده اللي عامل زي البدايه ده مش بتاعنا. أول
حاجه لان هم هينزلوا دلوقتي دي. شوف برضو ايه الدنيا شايف. شويه وهنرجع لكم. بصوا يا جدعان بس عشان اذان المغرب بيأذن نشوف الدنيا كده هما فيهم ايه عبسي والدنيا بتاعتنا تمام مفيش حاجه ناقصانا ومعانا فرد حمام. عبسي ده بيلعب يمكن النحس يتفك بتاع العبايسة بحق الأداء. الله رمي نفسه يا جدعان اهو الحمام ابتدى اللي هو يحطه اهو. هو طفي لوحده. لا خد الحمام تاني اهو يا جدعان. العبس اهو ده الاسود اهو مفيش الا رشتين رشتين بيض. سيبه برضه شغال اهو ونشوف الدنيا كده ايه مع بعضنا كده اهو يا جدعان. هرجع لكم تاني فرد الحمام مش اهو يا جدعان اهو فقد الحمام مشي هباء فهباء والله. فقد الحمام ده لو كان حطه كتف واحد كان نزل حطه في وسطهم بس هو اللي فوقه مساوي الطف هو اللي عشان كده فقد الحمام فاق. يلا واللي ما بيجيش النهارده يجي بكره. قلنا احنا ملناش حظ في العبايسه فده كان فيديو مبسط كده يا جدعان. دولت عملناهم دولت بقى اللي بنزود بيهم لسه ما طلعناش بقيتهم برده اهو دولت اللي احنا بنشتغل بقى بيه والباقيين زي ما انتم عارفين الصبح كده هنبدا بقى اللي احنا نزق حمام في قلب حمام كده ونظبط الدنيا كده يبقى احنا نعمل الشويه الغزار اللي احنا بنتكيف منهم نعملهم الصبح. وادي دولت هم مش عايزين الا بصراحه شويه داعش برضه فيهم ايه بنفسجي فيهم على ورد فيهم سكروتا فيهم عنبر اسمر فيهم اتنين مساويد اهو. ده كان كده الفيديو بتاعنا النهارده اتمنى تكون مشاهده ممتعه كده والله على قد ما بنقدر احنا حابين اللي احنا نمتعكم معانا بنعيشكم معانا لحظه بلحظه بس والله هي الفكره بس غصب عن الواحد لان احنا عك وكله بيشتكي من النش من السنه دي مفيش حد بينش مفيش حد ماشي اصول فاحنا لو مشينا نفس ما هم بيمشوا كده والله العظيم هيزعلوا بس هي الفكره الواحد برده مش عايز لان هيخيب الحمامتين بتوعه. حطت بقى الحمام كده زي الفل كده النهارده فانتظرونا من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم والسلام عليكم ورحمه الله.